بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هقول لكم على رسالة من الإمام المهدي سلام الله عليه. الرسالة دي بعتها لواحد اسمه محمد ابن علي، يقول له فيها على غلاة الشيعة شو بيعملوا فيه وقديه تعبينه. اسمع معايا الرسالة وفهمها معايا كويس. بيقول له ايه؟ يا محمد ابن علي، تعالى الله عز وجل عما يصفون، سبحانه وبحمده ليس نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته، بل لا يعلم الغيب المطلق غيره، كما قال في محكم كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأنا وجميع آبائي من الأولين، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من النبيين ومن الآخرين، محمد صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب وأولاده المعصومين وغيرهم من مضى من الأئمة صلوات الله عليه إلى مبلغ أيام هذا، جميعهم عباد الله. والكلام ده أنا بقوله للجماعة اللي كتبوا لي على اليوتيوب، يقولوا لي على المواضيع اللي أنا بحكيها مش قادرين يوصلوا للي أنا بقوله صح، اقروها مرة مرتين ثلاثة بتفهموها. جميعهم عباد الله عز وجل، وكما يقول الله: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك جاءتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقلت قبل كده الآيات اللي هي شخوص اللي هم أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول إيه؟ لقد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم. ده الإمام المهدي اللي بيحكي. آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم ومن دينه جناح بعوضة أرجح منه. شوف، فأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدا، ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وملائكته وأنبياؤه وأولياؤه، وأشهدك يا محمد ابن علي، وأشهد كل من سمع كتابي هذا. أنا الكلام ده إلكم. وأشهد كل من سمع كتابي هذا أني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول أننا نعلم غيب الله أو نشاركه في ملكه، أو من يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه لنا وخلقنا من أجله، أو يتعدى بنا عما قد فسرته لك وبينته في صدر كتابي. وأشهدكم أن كل من نبرأ منه فإن الله وملائكته ورسله وأولياؤه يبرؤون منه. الكلام ده تعبه كتير. وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة، اسمع معي، أمانة لي في عنق كل من يسمع، وألا يكتمه لأحد من موالي وشيعتي لعلهم يرجعون إلى دين الله الحق وينتبهون عما وينتهون عما لا يعلمون. منتهى أمره. أنا حملتكم الأمانة، أنا دي قريتها وتحملتها وحملتها لكم. فكل من فهم كتابي ولا يرجع إلى ما قد أمرته ونهيته فقد حلت عليه اللعنة من الله وممن ذكرت من عباده الصالحين. فغاية كده انتهى المكتوب. يعني لا 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 أحد يشرك في علم الله أحد ولا في قدرة الله أحد. احنا لما قلنا ان في طبقات وفي وسائط احنا عرفنا كيف نحكي، بس الناس ما فهمتش بالظبط الكلام. فعشان كده انا جبت لكم رسالة الإمام يقول لك ان كلهم عباد لله، لا أحد يشاركه في ملكه ولا أحد يشاركه في علمه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إيه؟ الأئمة من ولد الحسين، من أطاعهم فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله. هم العروة الوثقى والوسيلة إلى الله تعالى والوصلة لعفوه. بكلام رسولك اللي بيقولوا لي إحنا ما فيش بيننا وبين الله واسطة. اسمع، ازاي احنا نتوسل بالامام؟ انا بلاحظ يا جماعة لما كنت اروح في الزيارات
نجد ان الناس واقفه تقول له يا امام علي اعمل لي كذا، يا امام علي اعمل لي كذا، يا حسين اعمل كذا. يا جماعه افهموا، هم مش الهدف، الهدف هم انك تتوسل بيهم الى الله، هدفك هو الله، انك بتدعي الله عن طريقهم، مش هم الهدف. يمكن هو نيتك انك يعني، بس لازم تفهمها، حتى لو كانت نيتك انك توصل الى الله عن طريقهم بس ما قلتهاش، المهم النية موجودة. المهم لازم تفهم ان هم وسائط الى بينك وبين الله، مش هم الهدف. انتبه لحسن تقع في شرك من غير ما تحس. في زيارة الجامعة بيقول ايه؟ اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي، لأن أقرب ناس إليك يا رب العالمين هم. في حديث قدسي بيقول لك إيه، فمن سألني، ده كلام حديث قدسي، يعني إيه؟ يعني ربنا قاله بس مش بلغة القرآن، يعني ده كلام الله. يقول من سألني عارفا بحقهم ومقامهم أوجبت له الإجابة وكان ذلك حقا علي. يعني أنت لو سألت، شوف الكلام اللي أنا بقوله لك إزاي، لو سألت ربنا عارف بحق الأئمة وعارف بقيمتهم وعارف بمقامهم عند الله، فإجابتك بتوصل، وده بقول لك ده حق علي أن أوصل لك إجابتك. فهمت معايا؟ طيب هو عايز منك إيه؟ تتأكد وتعتقد أنهم شفعاء، انهم شفعاء للناس في طلبات حاجتهم، هم اهل الكرم، هم اهل الجود، هم الوسائط بيننا وبين الله تعالى، هم محل. اسمع، في الزيارة الجامعة انا كل مرة بذكركم بالزيارة الجامعة لاني بتمنى انك تقراها وتفهم قد ايه كلامي انا ومحمد موسى مطابق للزيارة الجامعة. بقول لك ايه، هم محل لمعرفة الله، يعني عايز تعرف الله عن طريقهم. مساكن بركة الله، عايز البركة توصل إليك عن طريقهم. معادن حكمة الله، الحكمة. حفظت سر الله، حملت كتاب الله، ذرية رسول الله. طيب من أراد الله بدأ بهم، من دعا الله عن طريقهم، بهم بدأ الله وبهم يختم. الكلام ده قلته والله، كررته في حلقات سابقة، وبرجع بقوله لأن بتجيني أشياء على اليوتيوب بفهم إن هم مش فاهمين. يقول علي عليه السلام ليس مؤمن يمرض في الأرض. مؤمن، خد بالك في فرق بين مؤمن ومسلم. مؤمن يعني متبع محمد وآل محمد. ليس مؤمن يمرض إلا مرضنا لمرضي، ولا يحزن إلا حزننا لحزنه، ولا يدعو إلا أمننا على دعائه، وإن سكت دعونا له. شوف الرحمة بتاعتهم فيه، هم رحمة الله على الأرض. طيب احنا عارفين ان القرآن له 7 بطون. القرآن أعطى لكل عصر على قدر عقله، لكل زمان له ناس وله رجال بيفسر بيشوفوا تأويل القرآن على قد عقولهم. انا بقولش عنهم غلط ابدا، كتر خيرهم اللي قدروا يوصلوا ويعملوا، انما كل عصر بيعطيك على قدر العقول. احنا دلوقتي في عصر اخذنا عقل، اخذنا تفسير جديد برضو من اهل البيت. اوعى تفكر حد يقدر يفسر من نفسه، لان ده بيقع في الكفر. التفسير الجديد بتاع اهل البيت، تعالوا نديك صورة مميزة او صورة من صورة قصيرة من صور القرآن تبين لك تفسيرها الجديد ازاي. لو نقول ناخد سورة الأعلى، سورة الأعلى كانت سورة محببة جدا جدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرأها في نوافله ويقرأها في الأعياد ويقرأها في الجمعة، وكان كتير بيحبها لأنها تبين عظمة خلقة الله في الكون كله. السورة دي بتبدأ بإيه؟ بتبدأ ب سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم أمر. لو تيجي تبص على القرآن تجد ان التسبيح يدور في القرآن على مدار الأيام والليالي، في الماضي، في المضارع، في الحاضر، في الماضي، في المضارع، في القادم. يعني اقول لك ايه، سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض، سبح اسم ربك الأعلى. فعلى كل الأوقات التسبيح دائم.
لما يجي يقول لك ايه ما معنى كلمة سبحة؟ تسبيح اللي هو تنزيه لله. يعني ايه؟ يعني لا تجعل الله مثل مخلوقاته. يعني الله له يد مش زي يدك، عين مش عينك. يعني شوف، هم لما قلت لك انا في الحلقة اللي فاتت ان نحن اسماء الله الحسنى، نحن عينه، نحن يده، نحن بابه، نحن وجهه الى اخره، دول اهل البيت، دول وسائط من الله سبحانه وتعالى في الخلق. يبقى سبح لله، يبقى سبح يعني نزه الله عن انه يتشبه بمخلوقاته. سبح اسم ربك الاعلى، اسم ربك. خد بالك هنا، احنا قلنا المره اللي فاتت ان في ارباب، رب البيت، رب الاسره، رب العمل، رب الارض، انما في رب الاعلى. سمح هنا القصد رب، اسم ربك الاعلى، لان في رب لنا كلنا اللي هو رب الارض، اللي هو محمد صلى الله عليه واله وسلم، اللي هنا قلنا عليه احمد الملكوت الى اخره. انما سبح اسم ربك الاعلى، هو الله، هو الله، هنا هو الله الذي خلق فسوى. نيجي نشوف تفسيراتهم هنا، خلق فسوى بيقول لك ببساطه كده انه خلق الخلق كله. انما تعال نشوف احنا في التفسير الجديد بتاعنا، خلق فسوى يعني معناته في خلق معين مميز مسوى للآخر، يعني خلقته كلها سواء. الخلق ده خلق الله سبحانه وتعالى من نوره ليعرف بقية الخلق، اللي هم يقوموا بتعريف بقية الخلق عليه، فاهم؟ يقوم هم الخلق دول يعرفوا الله، خلقهم من نوره وجعلهم هم أمناء إنهم يعرفوا باقي الخلق على الله سبحانه وتعالى، اللي هم اللي قلت لك قبل كده، اللي هم اللي شهدوا قصة الخلق فوق، وجعلهم هم وكالة كاملة أو تفويض كامل في الكون. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دي الكلمة دي تتعمل عليها مجلدات، قدر فهدى. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمرهم بأنهم يخلقوا باقي المخلوقات، إنما الخلق الأولى إله، هو خلق وقدر وقال لهم أنتوا لكم تفويض في الكون. فالخلق والتقديرات من الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا بعد قبل كده ان في اللوح المحفوظ فيه غيب لله، محدش بيطلع عليه، تقديرات الله لكل مخلوقاته جميعا. يعني من عدل الله في الارض ما خلقش حتى حشرة صغيرة قد كده الا ما اداها كل مطلوباتها. طيب هنا نقول لما نيجي نفسر كلمة خلق فقدر، تجد ان مخلوقات، نديك امثله من مخلوقات الله كيف تقديرات الله فيها. لو نيجي ناخد مثلا النبات، تجد ان انت عندك ارض وعايز تزرع فيها مثلا شجره تفاح وشجره ليمون مثلا، بتحط بذره التفاح وتحط بذره الليمون وبتقعد بتسقيها ميه وبتقعد تستنى. ارايتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ هنا الامر للمجموعه الفاعله بالزراعه، بتعمل ايه؟ بتقول لك البذرة دي بتدخل جوه الأرض، بتنفلق اتنين، بيطلع منها فرع صغير ناعم على وش الأرض، ياخد من حرارة الشمس وياخد الضوء وياخد ويدي للجذر تحت. لما يقوى الجذر وينشف ويصير قوي، بتطلع بتختفي الخفيفة دي وبيطلع بدلها الساق والأوراق. هنا الزرع نفسه في زي الانابيب شعريه من تحت، الانابيب الشعريه دي بتدخل جوه التراب، بتمص الماده الموكله فيها. مين اللي بيوكلها؟ مين اللي بيقول لها انت خدي الحامض وانت خدي الحلو؟ مين؟ بتلاقي بذره التفاح تدخل على السكريات وتاخدها من الارض وملهاش دعوه بالباقي، بذره الليمون بتدخل على الحوامض وملهاش دعوه بالباقي. مين اللي بيوجهها يا جماعه؟ مين؟ قدر فهدى، هداها. بعدين تجد ان الشجره طلعت وكبرت وطلع فيها اوراق وطلع فيها غصون، انما جه عليها وقت امتنعت الميه منها. الزرع نفسه بيتحرك، بيتصرف، بتعمل ايه؟ بتتنحى الاوراق، بتدبل، تقول مش هاخد ميه،
خلي الساق ياخد الميه. ما فيش ميه الساق يتنحى، يقول الفروع تتنحى، تقول خلي الساق، الفروع تسقط، الساق واقف، الساق لما ينشف خالص يقول خلي الجذر. المهم السيد اللي هو تحت يضل عايش، لان لو كب عليه ميه بيطلعوا كمان مره. فدي كلها عمليه، عمليه من قبل مين؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. لا انت تقدر تدخل فيها، ولا اي زارع يقدر يدخل فيها، ولا اي فلاح يقدر يتحرك فيها. دي كلها خلقه ربنا، قدر فهدى. هنا اقول لك ايه، نفس التقدير قدره للانسان، مش بس للنبات. دلوقتي هجيب لك الطيور والحيوانات. قدر للانسان ايه؟ قدر فهدى. دلوقتي انت جسمك ما لكش خاص فيه، بتنام وما لكش دعوه، ده القلب بيشتغل، الكبد بيشتغل، كل حاجه بتشتغل. انما لما يجي عليك وقت في الكبر، او جه عليك مجاعه، المجاعه بتعمل ايه؟ بيبتدي الشحم يدوب عشان يغذي المخ، يبتدي بعد الشحم ما يدوب اللحم يبتدي ينزل ويدوب عشان المخ يشتغل، بعد اللحم تسيب العظام، لان اهم حاجه السيد في جسمك هو مخك، اذا المخ ضرب راح. فهنا كله بيدي 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 عشان المخ يضل شغال. ولذلك اسمع قول زكريا، اديك اشاره، قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. وهن العظم يعني ايه؟ يعني جسمي كله داب، ما ضلش غير العظم الواهن اللي عندي. فاهم ازاي؟ فهنا يبص تبص تلاقي ان الانسان كمان جسمه قدر فهدى. هو ربنا قدر له في جسمه تقديرات، ان الجسم وكمان عندك في جسمك صيدليه، صيدليه في جسمك تقدر تزيد، يعني لما ساعات انت تمرض وتقعد يومين وعدى خلاص، مين اللي شفاك؟ مين اللي اعطاك القضاء على الميكروب اللي في جسمك؟ في جسم، في جسمك جوه صيدليه بتشتغل انت مش حاسس فيها. طيب مثلا انت جيت ميعادك تاكل الساعه 3، عدى عليك الساعه 3 وانت مشغول، الساعه 4 وانت 5 مشغول، تقول سدت نفسي خلاص مش عايز اكل. لا يا حبيبي ما تسددش نفسك، هو ان جسمك اداك الغذاء الكافي من 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 الدهن اللي في جسمك، اعطاك الغذاء الكافي اللي يشبعك. بس العاده بقى هي عشان انت متعود تاكل وعقلك بيشتغل بيقول ما اكلتش وصعبان عليك نفسك فبتقوم تاكل، انما هو في الحقيقه انت لو عدى عليك ميعاد الاكل جسمك بيتصرف. طيب تعال نشوف في الحيوان. مثلا لو اديتك نوع من الثعابين المائيه، في ثعبان الميه هو بيعيش في البحيرات والانهار. ثعبان الميه ده موكل من قبل الله تعالى انه ما يتخصبش غير في منطقة اسمها برمودا، وين ما يكون في الكرة الأرضية يسحب في المية لغاية ما يوصل لبرمودا، وهناك يخصب، وبعدين يحط البيوت بتاعته ويموت، البيت بتاعته يكبر ويرجع تاني لمكان مكان أبوه أو أمه اللي كانوا موجودين، ويرجع نفس العملية. مين اللي بيقول له الكلام ده؟ مين اللي بيقول له روح لهناك التخصيب بتاعك هناك؟ كلهم. حتى ان بعض العلماء دلوقتي اكتشفوا قالوا ايه، ان ثعبان الماء اللي بيوصل لامريكا غير ثعبان الماء اللي بيوصل لاوروبا. اللي بيوصل اقرب اطول عنده طاقه اكبر من طاقه اللي بيوصل اقرب. لذلك عمر ما يكون ثعبان امريكاني يلاقوه في اي مياه اوروبيه، وكذلك العكس. دي كلها تقديرات من الله سبحانه وتعالى. عندك في الحيايه، نوع من الحيايه بيعيش مده طويله قوي، ولما توصل عليها مده معينه تتعمى. الحيه دي عندها ايحاء انها توصل مسافات مسافات في صحاري طويله طويله طويله، تفضل ماشيه 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 لما توصل لشجره اظن اسمها السنديانا. بتوصل للشجره دي بتحك عينيها فيها بترجع مفتحه تاني. مين اللي قال لها تروح تعمل كده؟ قدر فهدى. عندك مثلا الهدهد. الهدهد طائر ذكي جدا، حتى بيسموه المخابرات بتاعه الطيور، مخابرات، بيشتغل مخابرات. الهدهد طائر ذكي، انما طريقه اكله هو انه ياخد الحبوب اللي تحت الارض،
طب وهو طاير ازاي بيشوف تحت الارض وبيعرف ان المنطقة دي لو حفر فيها بيلاقي الحبة بتاعته؟ ولذلك اسمع كده قول الله سبحانه وتعالى لما جابها لك بطريقة موارية، لما وقف لسليمان وقال له المالي ارى لا ارى الهدهد لا اعذبنه، يعني قال له ان كان من الغائبين، ليه الهدهد مش موجود، ولو جاني راح اعذبه او لا اقتله او 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 او، فوقف غير بعيد وقال احط بما لم تحط به علما. قال له انا شو رحت على سبأ وشفت هناك ناس بيعبدوا الشمس، الا يعبدوا الله الذي خلق السماوات والارض والذي يخرج الخبأ من الارض. يعني هو عنده الحاجه المهمه قوي قوي ان يطلع الطعام من الارض، لان طعامه تحت الارض. طريقه كلامه شوف ازاي، عشان كده عملوا مخابرات لانه بيروحوا بيشوفوا بينقل كان لسليمان. طيب هذا بالنسبه قدر فهذا، دي حاجات كتير بتكتب فيها قلت لك مجلدات، بس انا مش عايز اخد الوقت اكتر. المهم قدر فهذا كل انسان، كل حيوان، كل طائر، كل يعني حتى النمله. شايف النمل قد ايه صغير؟ انما انت لو مسكت النمل، لو مسكت طلعت على مجموعه من النمل وحطيتهم واتفرجت عليهم، او العلماء اللي لما عملوها لقوا ايه؟ النمل لو حطيت حته قطعه سكر قدامه، بتيجي نملتين او ثلاثه بتدور حواليهم بتتفرج على قطعه النمل على السكر، بتلف 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 وبعدين بتمشي. بعد شويه تبص تلاقي مجموعه جت عشان تحمل السكر. هي قدرت قد ايه كام نمله تحتاج القطعه دي حملها بتحملها. لو انت كسرت الحتة دي اتنين وحطيتها في مكان تاني برضو بتلاقي نفس العملية، ونص كمية النمل اللي جه هنا بيروح لهناك. تقديرات، تقديرات الهية. حتى انها لما تيجي نوع من الحبوب بتاخده، بتجد ان تجد النملة تتعاون مع النمل انهم يقسموها اتنين ويطلعوا منها بذرة. ليه؟ لان عارفين ان البذرة دي ممكن تكبر في العش بتاعهم، تكبر تكبر وتهد العش على دماغهم، فبيقسموها اتنين عشان يخزنوها. مين اللي قالهم الكلام ده؟ قدر فهدى. طيب نيجي نشوف بقية السورة هنا بتقول ايه. الذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. غثاء احوى يعني صار من كتر ما سواد مليان كده في الارض. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. طبعا سنقرئك فلا تنسى، رسول الله اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، انه مش راح ينسى، ان القران نزل على قلبه قبل ما ينزل هو على الارض. القرآن نزل عليه. وجماعة بعتوا لي على اليوتيوب يقولوا لي طب ايه فايدة جبريل؟ يا جماعة والله حكيت لكم فايدة جبريل في المحاضرة، بس انتوا بتقروا بسرعة وبتيجوا تسألوني. جبرائيل رسول الله عارف القرآن كله ونزل على قلبه كله، انما جبرائيل كان ياخذ العلم من فوق ويقول له الحادثة دي تلزمها السورة دي، المكان ده يلزمه الآية دي، حط الآية دي هنا واعمل الآية دي هنا، فقط مرسال من فوق ومن تحت. وإلا كان لو كان هو تصرف لوحده بدون اتصال من فوق كان قال عنه إله. فهنا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هنا بقى نقف، إيه هو الجهر وإيه هو اللي يخفى؟ هنا هندخل في موضوع الفرق بين الكلام، القول والكلام. إحنا عارفين إن القول هو كلام مخفي في سرك، إنما الكلام جهرا. يعني مثلا انت قاعد كده بتطلع على واحد بينك وبين نفسك بتقول له ايه؟ اخ لو تعرف انا بقول عنك قد ايه كذاب وقد ايه منافق. انما ما طلعتش صوت، ده انت قلت بس بعقلك، فاهم ازاي؟ انما لو طلعت الكلام يصبح كلام. ولذلك اسمع معي الايه دي لما ربنا بيقول لك ايه؟ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماء، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. تعال شوف بقى تفسيراتهم هنا يقول لك ايه؟ ان هو خلق الكلام عشان خاطر يقول انهم قطعوه، او هم هو اوحى لهم شو يقولوا. طب يعني هو فبركه كلام؟ يعني هو فبركه تمثيليه بيعمل ربنا سبحانه وتعالى؟ استغفر الله. لا يا جماعه الكلام له اصول. هو ما خلقش الكلام، هو ما قال لهمش يعني يجي يقول لك ايه انا قلت له لما اسالك قول كذا وبعدين اساله قدامك، طب يعني ايه الفبركه دي؟ مفيش داعي يقول لنا القصه دي ابدا.
لا، هو ربنا عايز يفهمك هنا ان القول يختلف عن الكلام. قالت يعني قالت، ضمرت في نفسها ان طاعة الله، فربنا اخذ الضمير ده وفهم. قالت اطينا طائعين، طائعين. طيب هنا نيجي نشوف آية تانية يقول لك ايه. لا، قبل ما نشوف آية تانية يقول لك ان الجماد لا يقول شيئا. هم بيقولوا كده في تفسيراتهم، الجماد لا يقول شيئا لان السماء والارض جماد. طب بنقول لهم، طب تعالوا فهموني بقى، لما يقول لك تسبح له السماوات والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وان من شيء يعني جمع جميع الاشياء والمخلوقات تسبيح. يجي واحد يقول لي ايه، عامل في كتاب يقول لك خرير الماء تسبيحه، حفيف الشجر تسبيحه، غناء العصافير تسبيح. يا عم هو قال لك لا تفقهون، انت فقهته يعني؟ انت طلعت عن المنظومة وفقهته غلط. هو قال لك لا تفقهون لان لغة المخلوقات دي تختلف عنكم، ولذلك لا يمكن تفهموها. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال لداود ايه، يا جبال اوبي معه، اسمع داود تسبيح الجبال، مش الجبال سبحت مع داود، اسمعه. ولذلك حتى رسول الله لما حط الحصى في ايده يقول لك ايه، سمع رسول الله الحصى وهي تسبح. الحصى بتسبح حتى في ايد الكافر، انما اسمعه تسبحها. انتبه، لان كل مخلوقات الله تسبح لله. وعشان كده انا قبل كده قلت في محاضرة تانية، حتى الخشب في بيتك اتعامل معاه بلطف، لان مثلا تكون انت زعلان ومتضايق وتروح رائع الباب في وش بعض. طب الباب ده خشب والباب ده يسبح لله، ما تعملش كده في مخلوقات، رفقا بمخلوقات الله يا جماعة. زي ما رسول الله كان ماشي صلى الله عليه وآله وسلم، لقى جماعة 2 راكبين حمير وقاعدين على الحمير بيتسامروا بيتحدثوا، فقال لهم اما تنزلوا من عليهم واما تمشوا في طريقكم، ما تتخذهمش كراسي، لان دول يسبحون الله وانتم راكبين فوقيهم. يعني حتى رفقا بالحيوانات. طيب نيجي نشوف هنا ايه، لما يقول لك ايه، هنا يقول لك آية سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. شوف هنا عشان يفهمك، القول مسر والقول مجهر به. يبقى إذن في قول وفي كلام. لما يكون القول في السر هذا قول، لما يطلع من تمك للي قدامك هذا كلام. سواء منكم من أسر القول أو جهر به. عندك آية تانية بتقول إيه، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وبعدين عندك آية تانية مهمة قوي دي هقولها لكم، ولازم الكل ينتبه عليها يا جماعة، انتبهوا عليها معايا. يقول لك إن ربنا يتكلم مع النساء يقول لهم إيه، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إزاي؟ يقول لك لو عندك تقوى وبتخافي الله، الذين يخافون الله بالغيب، يعني ايه؟ من يخشى الله بالغيب فله مغفرة واجر كريم. يا جماعة خوف ربنا ده في الغيب مهم جدا، كل ذنوبك بتتغفر بس من حركة واحدة تعملها، هو انك تعرف ان الله ينظر اليك. ولذلك ربنا في الحديث القدسي يقول لك ايه، يا عبادي ان كنتم تظنون اني لا انظر اليكم فالعيب في ايمانكم، وان كنتم تعلمون اني انظر اليكم فليما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. تبقى قاعد تقول محدش شايفني طب اعملها، محدش شايفني طب اخدها. هنا ربنا بيقول لك ايه، ان اتقيتن ده لو عندك تقوى فلا تخضعن بالقول. تخضع بالقول يعني ايه؟ المرأة لما تكون في نفسها شيء بتطلعه في عينيها بطريقة النظرة او الكلام او الحركة في وشها، ما بتتكلمش، ولذلك الوجه بيدي لغة والعينين بتدي لغة. فبيقول لك لا تخضعن بالقول، لان لو انت في قلبك شغله بتطلع في عينيكي. فيقول لك فيطمع الذي في قلبه مرض. وفهمكم كفايه. فلذلك امرنا بغض البصر. انت كل ما تغض بصرك ربنا بيكتب لك حسنه، بيكتب لك حور عين فوق مع غض البصر لو مره واحده. بس مين اللي بيغض البصر دلوقتي؟ قولوا لي مين؟ ده احنا عندنا بناتنا وشبابنا دلوقتي الله الله العليم بيهم. طيب
عندك آية تانية بتقول لك يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال ورضي له قولا. لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ما قالش كلاما. ليه؟ لأن في الموقف ده ربنا يأذن لمين إنه يتكلم؟ يأذن لمين؟ للي نفسه من جوه نظيفة، ربنا يقرأ اللي جواك، إذا كانت نفسك نظيفة يقول لك اتكلم، لأن كده طلع منها المنافقين وطلع منها الكذابين، طلع منها الكذابين. على فكرة سألوني نفس ناس عن الكذب في الإسلام، يا جماعة سألوه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له إيه؟ هل يزني المسلم؟ قال نعم. هل يسرق؟ قال نعم. هل يقتل؟ قال نعم. هل يكذب؟ قال لا. المسلم أو المؤمن لا يكذب، لأن الكذب من علامات النفاق، واحد بيكذب تعرفه منافق. طيب نشوف هنا، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى، يعني أنا عارف الموضوع شاق عليك إنما هنسهله لك. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ذكر إن نفعت الذكر، ذكر بإيه؟ وذكر بالقرآن من يخاف وعيدي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فهنا الذكرى بالقرآن، يعني مثلا مش بس الرسول، دلوقتي الرسول مش موجود معانا والإمام المهدي غائب، فلذلك أنت اللي بتحمل القرآن عليك إنك تنبه اللي قدامك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنبهه بالقرآن، ربنا قال لك كذا، ربنا عمل لك كذا، ربنا قال لك انتبه وقال لك غض بصرك وقال لك ما تعملش كذا، ما تسرقش، ما تعملش، ما إلى آخره. ذكرهم بآيات القرآن، ذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. هنا سيذكر من يخشى، يعني بس تقول لواحد كلمة وتقول له إن عمي ربنا قال لك كده، يقول لك إيه؟ إحنا دلوقتي متعودين في بيوتنا نعمل إيه؟ نسيب كلام ربنا ونبص على الناس، تيجي تبص تقول لها إيه؟ تقول له، تقول لها أنت لابسة كده ضيق وطالعة عيب، الناس تقول عليك إيه؟ الناس وربنا لما قال لك البسي صح، وربنا لما حدد لك لبسك، ازاي انت سايباها وعامله حساب الناس وسايبه رب العالمين؟ او ابنك يسرق تقولي لو حد شافك كان فضحك، لو حد شافك، ما ربنا شايفه يا جماعه. ولذلك احنا على فكره احنا من ربي غلط، لان احنا بنعمل العيب ومنسيب كلام الله. عيب احسن ما حد يشوفك، عيب احسن ما حد يعرفك، عيب 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 عيب، العيب ده عندنا اصبح قاعده في بيوتنا وبنسيب كلام الله ومنسيب اوامر الله. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، اللي يقول لك ييه يا شيخ حل عني، كل شوية تقولي لي حلال وحرام وتقولي لي صح وغلط، خليني أعيش وأنبسط، وخليني بيقولوا كده وبيقولوا كده، وسمعتها من ناس كتير، حل عني بقى، مش كل شوية تقولي وتقولي وتقولي. يتجنبها، يتجنب التذكير بالله الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى بإيه بقى؟ انت تعرف ان انت لما تصلي على محمد وآل محمد دي اكبر زكاة لك. اول حاجة عندك زكاة مطلوبة منك في صحتك، زكاة تقدم تخدم، في علمك زكاة تقدمه، من علم علما وكتمه ألجمه الله بلجاب من نار، في مالك تقدم زكاة وتساعد بيه، كل شيء أداك الله فيه تفوق ليه عليه زكاة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، خد بالك من الكلمة فصلى، هنا بيفسرها بطريقة تانية، إنما أنا بقولها لك على الإمام الصادق، وذكر اسم ربه محمد فصلى وقال اللهم صل على محمد وآل محمد. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنتوا بتفكروا أنتوا لهياكم الدنيا، وكلنا ماشيين في هالخط، وربنا يعين لهياكم الدنيا. تيجي تقول لي ايه؟ صدقيني بنفسي اعمل اللي انت بتقوليه، ما عنديش وقت، عبل ما اروح واشتري واعمل واجي اطبخ واشوف الولاد والبنات مهلوكه، ما عنديش وقت. يا جماعه انت بتجري فرا الدنيا والاخره بتطلع عليكي فاضيه فاضيه. اعرفي ان اي وقت هيجي لك الموت او هيجي لك الموت هتطلع بشنطه، ازاي انت لما بتسافر بتاخد شنطه تحط فيها كل متطلباتك؟ طب ما انت هتسافر سفر اخير وهتسافر سفر طويل، ولازم تكون شنطتك مليانة، لازم تكون معك شنطة مليانة. بتملاها ازاي؟ الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، ازرع
عشان تجني هناك. سيبك من اللي بتعمله هنا، خلي نصه تعمله وخلي نصه لدنيتك. حب نفسك يا أخي هناك، اعمل لآخرتك هناك. الآخرة خير وأبقى. إن هذا الكلام اللي احنا قلناه كله، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. كل رسائل السماء إلى الأرض واحدة، كل الديانات واحدة، إنما كان يعطي كل عصر على القد اللي هو عايزه، كل عصر على الدين اللي هو عايزه، يعني نزلها بالتدريج بالتدريج بالتدريج، لما أصبح القرآن هو يحمل كل الرسائل. يعني الكتاب القرآن هو المهيمن على جميع الرسائل السماوية. نقف لغاية كده النهاردة، وإن شاء الله نشوفكم في حديث تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.